أصدرت الجزائر بمعية الأعضاء العشر المنتخبين في مجلس الأمن بيانا مشتركا أعربوا فيه عن قلقهم العميق إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وأدان دوامة العنف الحالية، كما دعوا إلى وقف فوري لجميع الأعمال العدائية داعين جميع الأطراف إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي. الأعضاء أكدوا أيضا دعمهم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريش ومنظمة الأمم المتحدة إثر الحملة الشعواء التي يواجهها نتيجة مواقفه المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وكان آخرها قرار سلطات الاحتلال الصهيوني اعتباره شخصا غير مرغوب فيه ومنعه من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.